فيما يخص إحصائية حاولة المرور في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جونفي 2017 أي الأسبوع الأخير، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص 126 حادث مرور. أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 120 شخص وإصابة 247 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي البليدة ب10 حوادث، مسيلة ب8 حوادث، وبومرداس ب7 حوادث. يبقى العامل البشري هو المتسبب الرئيسي فيها، حيث تسبب السواق في 109 حادث، المارة في 6 حوادث، الطريق أو المحيط في 6 حوادث، وأخيرا المركبات في حادثين. أما أخطر هذه الحوادث فوقع بولاية تيارت يوم 17 جونفي 2017 حوالي الساعة 4 مساء للطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بلديتي سيدي عبد الغني والسوقر، بالضبط بالمكان المسمى شواوطة، أين أدى هذا الحادث لوفاة 5 أشخاص وجرح 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. تأثرت حالة شبكة الطرقات عبر جل مناطق الوطن، إلا أنه إلى غاية الساعة 9 صباحا من هذا اليوم تم تجهيز انخفاض عدد المقاطع المغلقة في مشحة حركة المرور، ولم يتبقى منها إلا بعض المقاطع العابرة لأقاليم 8 ولايات موزعة على 10 طرق وطنية و10 طرق ولائية. يعمل أفراد الدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة المصالح المعنية إلى حد الآن على إعادة فتحها. الولايات المتضررة شبكة طرقاتها بشكل أكبر هي ولاية مستغانم، تيزي وزو، والبويرة. أما الطريق الأكثر تضررا فهو الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، خاصة في شطره العابر لبلديتي بوغني وإبو درغن.